معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد معاكم توته مراد. حلقه النهارده مهمه جدا، خليكي تدلعي طرختك بدون التتبيله التقليديه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي عباره عن ايه؟ بصل، طماطم، ملح وفلفل وشويه خل وخلاص. طيب زهقنا ورمضان داخل كل سنه طيبين، فعايزه كل يوم اتبل مثلا سواء لحمه او فراخ، وتمشي سمك كمان على فكره التتبيلات دي، فعايزه اطلع طعم جديد في نفس الوقت ما تبقاش حاجه، مش عايزه اقول مطرقعه او حاجه يعني مقاديرها مش موجوده في البيت، لا. تتبيلات النهارده هنعمل اربع تتبيلات احلى من بعض. نقطه كمان انك تقدري ان انت تشيليهم في الفريزر، تجيبي الاكياس اللي هي بتاعه الفريزر اللي بيبقى ليها لوك من فوق وتشيليها عندك، تعملي بقى فرخه، تعملي فرختين، تقسمي مثلا الفرخه على اربعه او اكتر من كده، وتبتدي ان انت كل يوم تطلعي الفرخه تفك وتبتدي تسويها. تتبيلات النهارده تمشي مع زي ما قلنا فراخ ولحمه وسمك، سهله جدا وبسيطه، حتى لو في مكون مش موجود ان شاء الله لو معانا وقت نقدر نقول البدائل. وعايزه بس انوه على حاجه قبل ما نبتدي في الحلقه، اعذروني لو في تليفونات بتيجي ما بلحقش اقول الوصفه في نفس الحلقه، بيكون انتوا عارفين الوقت صغير جدا فما بلحقش ان انا اقول، بس دايما تاني يوم بحاول ان انا انزلها على الشاشه او اقولها لكم على طول. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف مقادير تتبيلات الفراخ بتاعتي النهارده وازاي تدلعي الفرخه وتطلعي منها احلى طعم، مقادير موجوده في البيت. طيب اول حاجه عندي تتبيله بقدونس وليمون، التتبيله دي روعه خصوصا في الصدور المشويه، يعني تقطيع فيليه كده زي ما انتم شايفينها متقطعه شرايح مش سميكه قوي، تتشوي عندي على الجريل، تتشوي على في صاج مثلا في الفرن، هتبقى حلوه جدا، تتبيله مميزه طعمها تحسي ان في طعم حاجه فريش، في حاجه طازه. طيب مقاديرها عباره عن ايه؟ عندي صدور فراخ وعندي بقدونس مفروم ناعم جدا، عصير ليمون، ثوم مفروم، بشر ليمون، حبهان مطحون، وزيت زيتون. دي كده تتبيله رقم واحد بقدونس وليمون. تعالوا نقول سريع عن التتبيله كمان الثانيه، الترياكي، الترياكي موجود جاهز في السوبر ماركت، هنعمله احنا على ايدينا في البيت. نص طبعا الفراخ عندي اساسي، ربع كوبايه صويا، ربع كوبايه عصير برتقان، ربع كوبايه زيت عادي مش لازم زيتون، معلقه صغيره من السكر، جنزبيل مطحون، ملح وفلفل اسود. تمام؟ دي تاني تتبيله اللي هي الترياكي. تتبيلة الكاري معايا ربع كوباية لبن رايب أو زبادي، وربع كوباية هوت صوص، ممكن تحطي كاتشب، وربع كوباية زيت، معلقة كبيرة صلصة، معلقة كبيرة كاري، كمون، ملح وفلفل أسود. فاضل كده عندي تتبيلة المستردة بالعسل، هقولها لكم بعد ما نرجع من الفاصل على طول، مش هنطول عليكم، اوعوا تروحوا في أي حتة عشان حلقة مهمة جدا إن شاء الله. فاصل ونرجع على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم قوي يعني. تعالوا نشوف اخر تتبيله معايا اللي هي تتبيله المستارده والعسل. معايا نص كيلو شيش، الفراخ بقى انتوا تقدروا تحطوها على صدور، على وراك، على فرخه كامله، اي نوع فراخ او لحوم او اسماك حطوا عليها التتبيله دي. معايا ربع كوبايه مستارد، ربع كوبايه عسل ابيض، ربع كوبايه زيت، معلقه صغيره ثوم مفروم، ونص معلقه صغيره بصل بودره، عصير ليمون، ملح وفلفل. تمام؟ اهي سهلة جدا وبسيطة، تتبيلة هايلة طعمها حلو جدا. أنا أول حاجة هعملها عندي إيه؟ تعالوا نبدأ بالترياكي صوص، هو موجود على فكرة جاهز في السوبر ماركت، لكن أولاً سعره غالي، يعني سعره مش رخيص، مش زي مثلاً الكاتشب وكده، ومقاديره سهلة، يعني ما فيهاش أي حاجة مختلفة أو أي حاجة يبقى صعب إن أنتِ تعمليها. طيب أنا عندي هي عشان أنا مقاديري كتير وزي ما أنتوا شايفين قدامي، هقرا معاكم ونحط واحدة واحدة مع بعض. عندي ربع كوباية صويا صوص. حط لكم دي هنا عشان ايه تشوفوني. عندي عصير برتقان، اي عصير بقى فريش معلب اللي انت عايزاه، وادي كمان اهو عندي شويه جنزبيل وشويه من السكر، ونقلب الحاجات دي مع بعض. تقدري على فكره تعملي كميه من التتبيله وتشيليها طالما ما جاش فيها الفراخ، يعني ما ينفعش انزل فيها الفراخ واطلعها تستوي وارجع اشيل التتبيله، لان ده غلط جدا ان في لحوم نيه تتحط واحتفظ بالتتبيله. وادي عندي اهو ملح، ملح مش كتير، خدوا بالكم عشان الصويا اصلا بتبقى يعني حادقه شويه، فمش عايزه ملح كتير. وعندي ايه تاني؟ وشويه زيت اهي، ادي الزيت بتاعها. يبقى تعالوا نراجع مع بعض التتبيله. معايا ربع كوبايه صويا صوص، معايا ربع كوبايه عصير برتقان، زيت، سكر، جنزبيل مطحون، ملح وفلفل.
ريحه الخلطه دي حلوه جدا جدا على قد سهولتها، مفيش اي حاجه صعبه، بل بالعكس هتاخدي كمان نتيجه. طيب انا هفرزن كميه، يعني هشيل كميه عندي في الفريزر، وهعمل بس للاطباق بتاعتي ده قطعتين صدور عشان تشوفوا بس شكل التتبيله لما بتستوي بتكون عامله ازاي. شويه زيت كده عندي بسيط، حاجه كده بسيطه. وهعمل ايه بقى؟ هاخد ادي اهو، تعالوا ناخد مثلا من دول اهو، دي للدبابيس بس انا هسوي بس منها ايه؟ قطعتين من الصدور. بصوا اصلا لون الفراخ عندي خد لون حلو ازاي؟ كمان بقى لو عملتيها على فرخه كامله هتلاقي الفراخ طعمها ولونها نفس اللي بتشتريها من بره. اهي تعالوا انا هاخدها هناك كده زي ما انتم شايفين، وعلي بس النار. وانزل بيها ادي اهو، بسم الله. بس عشان ما فيش حاجه تنقط اهي. واخد قطعه ثانيه من الصدور. شايفين التقطيعه بتاعتي اصلا رقيقه ازاي؟ فمش تاخد وقت، يعني 3 دقايق على النار هتكون كفيله جدا ان هي تسويها من غير ايه؟ ما تطولي عشان ما تنشفش. ونسمي بالله وننزل القطعه الثانيه اهي. يبقى دي عندي ايه؟ تتبيله الترياكي. تعالوا نشوف بقى احط فيها الدبابيس ونشيلها مع بعض. اهو نشيل بس الليمون، الليمونتين الحلوين دول، وادي الدبابيس اهو. واقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. بصوا اللون عندي حلوه ازاي، وطعمها مش قادره اوصف لكم قد ايه جميل وقد ايه سهل. بنروح نشتري ازازه صوص الترياكي دي مش رخيصه، وهي مقاديره بسيطه جدا. وكمان دلوقتي موسم برتقان، فالبرتقان حتى موجود لو المكون الوحيد اللي مش هتلاقيه، لكن هو موجود. زيك يا منال. صباح الفل يا حبيبي. صباح الورد يا روح قلبي. ايه الحاجات الجميله اللي انت بتعمليها النهارده؟ انا قلت بقى رايحكم الحيره بتاعتها، هنتبل الفرخه بايه؟ طبعا هنتغدى ايه النهارده؟ كل سنه وانت طيبه. وانت بصراحه طيب. دي حاجات حلوه قوي عشان رمضان. ربنا يكرمك يا روح قلبي ويفرح قلبك. جربيها بقى وقولي لي. لا هجرب كل الحاجات فعلا اللي انت بتعمليها ان شاء الله. بس انا كنت طلبت منك تخليل السردين. اه حقك عليا حالا، دلوقتي هينزل لك على الشاشه. لا براحتك يعني، بس انا كنت عايزه اعمله قبل رمضان عشان يعني شم نسيم مش هنلحقه. طب ما تيجي نعمله في حلقه، اعملوا لك يوم السبت، ايه رايك؟ خلاص استناكي. خلاص السبت ان شاء الله عندنا حلقه سردين مخلل. خلاص هستناكي بقى. ان شاء الله. ان شاء الله يا روح قلبي. تسلم لعيونك. يسلم قلبك يا روح، ربنا يكرمك. طيب تعالوا نشوف ايه الاخبار عندي. صباح النور يا استاذه احسان. جمال ده والحلاوه دي، ربنا يكرمك. انا كده هكسر يعني، عاوز اخش جوه التلفزيون. يلا تعالي والله، احنا مصر كلها عارفه العنوان، البسي وتعالي يلا. ربنا يخليكي يا قلبي. ربنا يفرح قلبك. ربنا يخليكي. انا عاوز اطلب منك طلب. عيوني اموريني. تسلمي لي يا حبيبتي. انا عندي دي ذره. تمام. حلو. طبعا انا الولاد عندي واحفادي غلبوا من كتر التورت الكيكه بايدي الذره. اه البسيسه. فانا طبعا والدتي ربنا يديكي الصحه الله يرحمها، ربنا يرحمها، كانت بتعمل لنا قرص صغيره بدقيق الذره. بدقيق الذره. مامتي بتعملها. مامتي مش عارفه اعملها. طب انا هجيب لك ازاي؟ هجيب لك الطريقه بقى من ماما، لان ماما عندي هي اللي بتعملها، انا ما جربتهاش. بعمل البسيسه عادي، بكره الصبح تلاقي المقادير عندك على الشاشه. ودعوه لماما بقى. ربنا يخليها ويديها الصحه، وكل سنه وانت طيبه. ربنا تملي كده في التقدم وحاجات جميله بتعملها لنا. ربنا يفرح قلبك. انا استفدت منك كتير كتير حبيبتي. ده شرف ليا، كلنا بنستفيد من بعض، وانتوا اساتذه. والله يا بنتي انت قد انا جد على فكره. ربنا يديك طول العمر. انا بحبك قوي من القلب للقلب والله. ربنا يفرح قلبك ويكرمك، وكلامك والله فوق راسي. ربنا يبارك فيكي حبيبتي. خلاص انا في انتظار بكره تلاقي القرص اللي بالذره دي الاصفر عندك على الشاشه، وتطبقيها وتكلميني تطمنيني. حاضر يا حبيبي. انا جربت الكفته تحفه. يا رب بالهنا. بطاطس هايله. يا رب بالف هنا. يعني مش عارفه اقول لك ايه. انتوا ايديكوا الحلوه هي اللي بتعمل كل حاجه حلوه والله. يا بنتي انا بدعي لك ربنا يسترها معاكي يا رب. ربنا يفرح قلبك ويكرمك، ويعني جزيكي خير على كل كلمه حلوه. ربنا يخليكي. ربنا يفرح قلبك يا رب. يديكي بالصحه وعلى عيالك كلها بالسعاده يا بنتي. يا رب اللهم امين. صباحك زي الورد. حبيبه قلبي. اهو. وحشاني يا روح قلبي. يا دارين كل سنه وانت طيبه يا احلى توته في الدنيا. وانت طيبه يا روح قلبي، وحشاني جدا جدا جدا. وانت كمان والله. بصي انا عامله ايه؟ عشان انا كان عندي مدرسه اليومين اللي فاتوا حبيبتي. اه الدراسه دخلت بقى، شدي حيلك والله. وحشتيني والله. وانت اكتر. ممكن اطلب منك طلب؟ طلبين ثلاثه.
ممكن تدعي الخال وهيسا اللي هو بيعمل عمل عملية القلب مفتوح ولسه يروح قلبي. اسمه ايه قولي لي يا دارين؟ خالو ياسر. ياسر ان شاء الله يا رب استاذ ياسر يقوم بألف سلامة ويعني ما تشوفيش فيه اي حاجه وحشه. بخير يروح قلبي الحمد لله. وعمو عامل ايه؟ بخير كلهم بخير. انت خلاص بقيتي معروفه في العيله كلها والله. وجودي بخير يا روح. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب وبالف صحه وسلامه. عايزه اجي بعد عمليه الطلبات بتاعه رمضان عشان رمضان دخل. عيوني يا سلام انت تؤمري. إيه انا عينيا ليكي والله. ماشي حبيبتي صباحك زي الورد. تعالوا بقى هنا نقدم عندي في الطبق نشوف الشكل عامل ازاي واللون وجوسي جدا وريحه عندي هنا مش قادره اقول لكم حلوه ازاي. وادي القطعه الثانيه. ايه رايكم بقى طبق زي ده بتروحي تاكلي بره بمبلغ ممكن ما يكونش غالي قوي لكن الفكره ان انا عملته في البيت بدون اي صعوبه وهي دي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. مش لازم عشان اعمل وصفه ادربك الدنيا او ان انا احط مليون مكون والاقي بقى ان ده غالي وده مش موجود وتبقى مشكله. تعالوا عندي بقى ننزل المستردة والعسل. انا حطيت المقادير كلها على بعض بدون اي حاجه قبل حاجه. الوصفه دي للناس اللي بتحب الحاجه المزز اللي فيها سنه سكر هيموتوا فيها لانها فيها مستردة بتديني طعم مزز، فيها العسل الابيض بيديني لون وبيديني ريحه حلوه جدا، يعني تحسني في كرمله كده على الفراخ من بره. انا ما حطيتش هنا الصدور، ممكن احطها كمان. تعالوا نحطها كده مع بعض تتبل معاهم وبعدين اخدهم. انا قصدت ان انا اتبل بس صدور لان الوراكه عندي مش هتاخد وقت لكن متقطعه مكعبات مش شرايح زي ايه زي التانية زي اللي هي الصدور. نطلعهم بقى اهو اتبلت عندي وزي الفل. اخد بس شويه كده من التتبيله اهو. سمي بالله شوفوا في حته ايه من الشيش ماسكه عندي. ناخد حته كمان اهي. على فكره صوص المستردة والعسل برضو بيتباع جاهز. انا مش ضد الجاهز بس الفكره ما بيبقاش اعتمادي عليه اعتماد كلي، يعني مش دايما كل مكونات شغلي تكون جاهزه. مش قصه بقى توفير، لا قصه ان الحاجه ما بتعمليها انت على ايدك. حتى البهارات هنعمل لكم ان شاء الله حلقه قبل رمضان ربنا يهدينا يعني العمر. البهارات، بهارات الكفته، بهارات الشاورما، بهارات الفراخ، كل البهارات دي هنعملها مع بعض على ايديكي عشان تطلعي احلى اكل في الدنيا. يبقى عندي ايه؟ ادي تتبيله الترياكي. نشيل بس الحاجات دي وناخد ده ونروق مكان اهو. يبقى عندي تتبيله الترياكي والمستردة والعسل وبنسويهم قدامكم عشان نشوف قد ايه شكلهم حلو ومش هياخدوا وقت خالص. فاضل عندي ايه؟ تعالوا نعمل التتبيله بتاعه الكاري اللي هي عباره عن لبن رايب. تقدري تستبدليه بزبادي، تقدري تستبدليه بلبن عادي وتحطي عليه شويه خل عشان يروب معاكي. كل الحاجات دي تقدري تعمليها اهو. تعالوا نشوف عندي اللبن الرايب. تمام نجيب بس سباتيولا كده عشان ننزل الحاجه على طول. اول ما الاقي ان هي ابتدت كده تاخد لون من الجناب هبص عليها بصه لسه شويه. عندي ايه؟ ادي اللبن الرايب وادي صلصه الطماطم وادي الهوتوس او الكاتشب يعني اختياري اللي انت عايزاه. وانا هقرا معاكم المقادير عشان ما تبقاش حاجه ناسياها. وعندي تعالوا نجيب كده شويه من الزيت. التتبيله دي بقى طعمها روعه، الكاري فيها عامل شغل اكتر من هي. عندي كمان ادي الكاري معلقه كبيره كده حلوه. وعندنا ايه تاني؟ وشويه كمون مش كتير عشان الطعم، وملح وفلفل اهو. ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. هنزل برضو ايه قطعتين من الصدور بتاعتي واشغل النار على طول اهو. هنقلب كده دي اهو. بصوا بقى التحميره حلوه جدا. نجيب الزيت اهو عندي وهنزل شريحه ايه من اهي. بصوا اصلا لون التتبيله عامل ازاي. دي بقى تخيلي لما تعمليها على فرخه كامله هيبقى الطعم واللون حلوين جدا. لونها كده ريحه الكاري مع الهوت صوص مع بقيه البهارات الحلوه اللي احنا حطيناها. ونسمي بالله وانزل عندي على طول في الطاسه.
اربع تتبيلات اسهل من بعض، طعمهم مميز جدا عن اللي احنا متعودين عليه. دي خلاص حاجه بسيطه على فكره، كمان هكون استوت. تعالى نحط الطاسه الرابعه عشان يبقى خلاص سويت اربع يعني كل تتبيله اخذت الطعم الحلو بتاعها. دي احنا كنا جايبين لها ايه؟ اقول لكم حالا. انا قصدت ان انا اعملها بالوراك، تمام؟ اهي وراك عندي متنظفه وناشفه جدا، ما تحطيش تتبيله والفراخ يكون فيها اي ميه. اهي شيل كده دي، وادي القطعه الاخيره ونقلب. تعالوا بقى نشيل كده الحاجات دي واطلع كمان اللي بالمستردة والعسل، اكيد هتكون استوت. اهي خلاص كده، خلاص احنا خلصنا. نحطها ايه هنا بقى؟ بصوا بقى الكاري مع المستردة عامل شغل حلو جدا. ادي اهو، ودي عندي خلاص، دي كده مش عايزينها. فاضل اخر تتبيله هستخدم فيها مكون ممكن يكون غريب عليكم شويه، لكن الطعم والريحه حلوين جدا. نعمل كده، دي اهو لونها متحمر وحلو جدا اهي، مش هاخد وقت خالص برضه. طيب اخر تتبيله عندي، لو قلت لكم هستخدم فيها مكون ممكن يكون غريب بالنسبه لكم شويه، هوريكم دلوقتي هو هيكون ايه. اهو هعمل كده هنا، تبل بس دي، وهوريكم برضه شكل الاكياس. اعتقد ان انا مش هلحق احطها في الاكياس، لكن هوريكم شكل الاكياس اللي تشتروها. اهي تتبيله كده وتبقى عندي زي الفل، هوريكم الاكياس حالا. نعمل كده نشوف سريعا، اقل من دقيقه، يلا بينا. طيب هستخدم ايه؟ هستخدم مخلل من الشركه المصريه لتجاره المخللات. هدخل في الوصفه بتاعتي فلفل بتاعهم اصلا. بصوا شكل العلبه بتاعتي، يفتح النفس طعم الفلفل، وانا دقت واحده في الفاصل حلو جدا. الشركه دي ليها اكتر من 15 فرع يعني على محيط الجمهوريه كله. الحاجه بتاعتهم حلوه جدا، مفيش اي حاجه فيها ولا المخلل تلاقيه دبلان ولا تلاقيه فيه اي مشكله، وده يمكن سر التميز عندهم، لان الحاجه كانك لسه مخللاها دلوقتي على طول من غير ما تحسي ان الحاجه بايته كده والمخلل تلاقيه دبلان، ومجرد ما تاخدي مثلا شويه من البرطمان تلاقي ان هو ايه دبل وعمل ريم على الوش، مشاكله كتير. ودايما احنا كشعب عربي السفره عندنا ما تخلاش من طبق المخلل، خصوصا لما يكون واخد شهاده الايزو ومدرك في القائمه البيضاء، ففي يعني مميزات كتيره جدا ليه. اخر تتبيله عندي انا دخلت فيها الفلفل الحلو بتاع الشركه المصريه لتجاره المخللات، هحط شويه من عصير الليمون وشويه من البقدونس وبشر الليمون والحبهان اهو، وملح فلفل زيت وبس، واديهم ضربه كده خفيفه. يلا بينا على هناك اضربها على طول. ونطلع كمان على فكره الفراخ دي برضو استوت عندي. طبعا دي البيج الخاصه بيهم عشان لو حابين تتواصلوا معاهم تعرفوا اماكن مثلا البيع هتكون فين. هم موجودين ليهم زي ما قلت لكم 15 فرع على مستوى الجمهوريه. عندي دي كمان خلاص هضرب بس دي، تعالوا نضربها مع بعض ونشوف الشكل عندي عامل ازاي. تعالوا بقى ننقلها كده عندي هناك اهي، لونها حلو جدا جدا اهي. التتبيله اللي فيها ايه؟ فيها الفلفل. نشيل دي اعتقد بس هحطها على الفراخ لاني مش هلحق اسويها معاكم. يلا بينا تعالوا نشوف شكل التتبيله عامل ازاي بعد ما حطينا فيها الفلفل، شبه صوص البيستو كده. بس خلاص نزل فيها الصدور وانا هسويها انا واوريكم صورتها ان شاء الله في الاخر. نحط دي كمان بقى وبس كده.
ان شاء الله يا رب كل حاجه تكون عجبتكم النهارده. حاولت ابسط عليكم الموضوع لانه سهل جدا وبسيط، تتبيلات مختلفه هتغير من طعم الفراخ اللي احنا متعودين عليه. عايزه اقول لكم والله والله مش بشكر في الحاجه، لكن ريحه التتبيله دي خصوصا طعمها حلو جدا. فلفل عندي عامل شغل عالي جدا. ان شاء الله كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل زي ما احنا متعودين. مطبخ توته مراد. هناخد بقى فاصل سريع على ما انا اكمل تسويه دول وارجع لكم على طول بعد الفاصل للفقره الطبيه. لما ما بتكملش الا مع المخللات المصريه.